السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة فيديوهات تسمية المركبات العضوية. السلسلة اللي بنتكلم فيها عن تسمية أهم وأشهر المركبات العضوية ابتداء من أبسط المركبات زي الألكان والألكين والألكين وصولا لأعلى المركبات زي ما بنشوف مع بعض. لو أنت أول مرة تابعنا ومتعرفش السلسلة دي توصلها منين، تقدر تدخل على القناة بتاعتنا، هتلاقي في قائمة تشغيل كاملة باسم تسمية المركبات العضوية، وهتلاقي لينك قائمة التشغيل دي موجود في الديسكريبشن بوكس تحت، وبرضه هيظهر لك في علامة الأي هنا فوق. وما تنساش لو عجبتك السلسلة تعمل لها لايك وشير وسط زمايلك عشان الكل يستفاد. تعالوا مع بعض النهاردة نتكلم عن نومنكلتشر اوف اليفاتيك سايكليك كومباوند، او اللي بنسميها الي سايكليك كومباوند. الاليفاتيك سايكليك كومباوند او الالي سايكليك كومباوند هي مركبات حلقية بالمنظر ده كده، ولكن هي اليفاتيك مش اروماتيك، يعني ما فيهاش الدبل بوند زي البنزين مثلا. المركبات دي بيكون ليها جنرال موليكولار فورمولا CnH2n اكنها زي الالكين. تعالوا مع بعض نبدا الاول نشوف التسميه بتاعه السايكليك دي من غير اي تفرعات، وبعد كده هنتكلم عن لما يكون في تفرع واحد على الحلقه هنسمي ازاي اللي هو المونو، او في تفرعين هنسميهم ازاي، او في ثلاث تفرعات اللي هو التراي سبستيتيوتد برضه هنسميهم ازاي. نبدا الاول نسمي الحلقات اللي من غير سبستيتيوشن خالص. الحلقه دي اللي هي عباره عن 3 كربون بنسميها ازاي؟ لما نيجي نسمي بنسمي اكني بسمي بالالكان عادي، وقبل كلمة الكان بحط السايكلو. يعني مثلا الحلقة دي عبارة عن 3 كربون يبقى هقول عليها سايكلو، وهي عبارة عن 3 كربون يبقى هقول بروبان، يبقى اسمها سايكلو بروبان. الحلقة دي 4 كربون يبقى اسمها سايكلو، واربعة كربون يبقى بيوتان. 5 كربون 1 2 3 4 5 يبقى سايكلو، وخمسة كربون يبقى بنتان. 6 كربون يبقى هقول سايكلو هكسان. المركب ده عبارة عن 7 كربون 1 2 3 4 5 6 7 يبقى هقول سايكلو، وسبعة كربون يبقى هبتان. المركب ده عبارة عن 8 كربون يبقى هقول سايكلو، وثمانية كربون يبقى اوكتان، يبقى اسمه سايكلو اوكتان. طيب تعال ناخد الاول المونو سبستيتيوتد، يعني الحلقة بتاعتي طالع منها تفرع واحد، ونشوف ازاي نقدر نسميها سواء بالايباك او بالكومون نيم. طريقة التسمية هي نفسها طريقة التسمية اللي احنا قلناها لكل فانكشن جروب في الفيديوهات اللي فاتوا. الفرق ان انا بزود قبل الاسم بتاعي المقطع اللي هو السايكلو. يعني مثلا لو جينا نسمي اول مركب ده اللي هو عبارة عن حلقة خماسية وفيها او اتش، فبقول ايه الحلقة الخماسية هقول عليها الاول سايكلو، هي عبارة عن 5 كربون يبقى بنتان، وبشيل الاي بتاعه الالكان واحط مكانها المقطع او ال اللي هو السفكس بتاع الاو اتش، فيبقى اسمه سايكلو بنتانول. لو جيت سمي الكومن نيم زي ما قلنا في الفيديو بتاع الالكحول بسمي ازاي، كنا بنسمي بالالكايل الكحول، يبقى لما اجي اسمي ده هقول سايكلو وخمسه كربون يبقى بنتايل، وفي الاخر هكتب كلمه الكحول يبقى اسمه سايكلو بنتايل الكحول. مثلا المركب ده هو عباره عن 4 كربون وفي تفرع اللي هو الاو سي اتش 3 اللي هو الايثر، ممكن ترجع الفيديو الايثر كنا بنسمي ازاي. لو جيت سمي بالايوباك نيم بسمي ازاي، مجموعه الايثر دي قلنا بنقول عليها الكوكسي، فهي عباره عن كربون واحده يبقى هقول ميسوكسي، والجزء الكبير ده هو اللي كنا بنسميه بالالكان، فهو هنا في سايكل رباعيه يبقى هقول سايكلو الاول، وبعد كده 4 كربون يبقى بيوتان. اما لو جيت سمي بالكومون نيم كنا بنسمي ازاي، كنا بنقول على الاكسجين دي كلمه ايثر، والاثنين اللي معاها بنقول عليهم الكايل وبحطهم الفابيتيكال الاول، فانا هنا عندي سي اتش 3 دي هقول عليها ميسايل، لكن الاربعه كربون دي زي ما قلنا هقول عليها سايكلو بنتايل، فالفابيتيكال يبقى دي الاول، يبقى هقول سايكلو بيوتايل بتاعه الاربعه كربون، وبعد كده السي اتش 3 اسمها ميسايل، وفي الاخر كلمه ايثر يبقى اسمه سايكلو بيوتايل ميسايل ايثر. تعال نشوف المثال ده. الكلور كنا بنسمي بالايوباك نيم بقول كلورو في الاول وبعد كده الكان، فانا هنا عندي سايكليك سودوسيه يبقى هقول الاول كلورو، بعد كده السايكلو السودوسيه هقول سايكلو، وبعد كده كلمه الالكان 6 كربون يبقى هقول هيكسان، فيبقى المركب بتاعي اسمه كلورو سايكلو هيكسان. اما لو جيت سمي بالكومون نيم كنا بنقول على دي الكايل، وبعد كده كلور بقول عليه كلورايد، فدي سايكليك برضو يبقى هقول سايكلو
و6 كربون يبقى هيكسايل، وبعد كده كلمة كلورايد يبقى اسمه سايكلو هيكسايل كلورايد. المثال اللي بعده عندي حلقة سداسية وهنا في NH2. ال NH2 لو جينا نسمي بالأيوباك نيم بقول عليها أمينو ألكان، فيبقى هقول أمينو وبعد كده الألكان اللي هو 6 كربون يبقى هقول سايكلو الأول وبعد كده هيكسان، يبقى المركب بتاعي اسمه أمينو سايكلو هيكسان. لو جيت سمي بالكومون نيم كنا بنقول ألكايل، وال NH2 دي اسمها أمين، فالألكايل هنا اللي هي السايكليك السداسية يبقى هقول سايكلو هيكسايل، وبعد كده NH2 اسمها أمين، فيبقى مركب اسمه سايكلو هيكسايل أمين. المثال ده عندي حلقة خماسية ومتصلة بحلقة بنزين أو اللي احنا بنكتبها بي اتش اللي هي الفينايل. لو جيت سامي بالأيوباك نيم هسمي ازاي؟ بقول على دي فينايل وعلى ده ألكان، يبقى هقول فينايل، والسايكليك بتاعتي حلقة خماسية يبقى هقول سايكلو، وبعد كده بنتان عشان 5 كربون يبقى اسمه فينايل سايكلو بنتان. لو جيت سامي بالكومون نيم هسمي ازاي؟ هنسب الحلقة دي هي للبنزين، يبقى هقول الكايل بنزين، فالالكايل عندي حلقة خماسية يبقى هقول سايكلو بنتان، يبقى اقول عليها بنتايل بعد كده بنزين في الاخر، فيبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو بنتايل بنزين. هنا عندي حلقة ثلاثية ومعاها اس اتش اللي هي كان السايولز. ممكن ترجع الفيديو بتاع السايولز نشوف كنا بنسمي ازاي. فكنت بسمي الايوباك ازاي؟ بقول الكان ودي بقول عليها سايولد، فدي عبارة عن 3 كربون، يبقى هقول سايكلو بروبان وهشيل الاي بتاعت الالكان واحط مكانها سايول، فيبقى اسمه سايكلو بروبان سايول. لو جينا نسمي بالكومون نيم بسمي ازاي؟ بقول الكايل والاس اتش دي اسمها مركبتنت، يبقى الالكايل يبقى هقول سايكلو 3 كربون يبقى بروبايل، وبعد كده الاس اتش اسمها مركبتن، يبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو بروبايل مركبتن. طيب تعال ناخد بعض الامثله تاني للمونو نشوف ازاي نقدر نسمي المركبات دي، مركبات بقى اللي فيها الدبل بوند او التريبل بوند زي ما هنشوف مع بعض. نبدا مثلا باول مركب عباره عن حلقه خماسيه وفيها دبل بوند اللي كنا بنسميه بالالكين، يبقى هنا هقول سايكلو الاول وبعد كده 5 كربون يبقى هقول بنتين، يبقى المركب اسمه سايكلو بنتين. طب لو كانت دبل بوند بره الحلقه بسمي ازاي؟ لو جيت سمي بالايوباك نيم هعتبر ان الجزء ده اللي هو بتاعي اللي هو السلسله بتاعت الالكين، والمجموعه دي اللي هي السايكليك بتاعتي اكنها طالعه تفرع منها، فهقول عليها عباره عن الحلقه دي اكنها طالعه تفرع، يبقى هقول سايكلو هيكسايل اكني بقول عليها الكايل تفرع، وبعد كده عندي 2 كربون يبقى هقول ايس واحط حرف الايم يبقى اسمها ايسين، يبقى مركب اسمه سايكلو هيكسايل ايسين. اما لو جيت سميه بالكومون نيم بسمي ازاي؟ زي ما اتفقنا الجزء ده بقول عليه الاسيتيلين وبرده طالع منه تفرع سايكلو هيكسايل، يبقى هقول سايكلو هيكسايل والاثنين كربون ده اللي هو اسمه الاسيلين. نفس الفكره اللي عملناها على الدبل بوند اقدر اعملها على التريبل بوند. فلو جيت خليت دي مثلا تريبل بوند 3 كربون اهي، فطبعا هشيل من هنا ذره هيدروجين ومن هنا ذره هيدروجين عشان يبقى كل كربون معاها رابطها مظبوطه. لو جيت سمي المركب ده هسميه ازاي؟ برضو الحلقه السداسيه هعتبرها انها الكايل تفرع، فهقول عليها سايكلو هيكسايل. لو هسمي بالايوباك يبقى ده 2 كربون يبقى هقول عليه ايساين، يبقى اسمه سايكلو هيكسايل ايساين. لو جيت سمي بالكومون نيم كنا بنقول على دي اللي هي الاسيتيلين، يبقى هي عباره عن اسيتيلين وطالع منها سايكلو هيكسايل، يبقى هقول سايكلو هيكسايل وفي الاخر كلمه اسيتيلين. طيب مثلا لو في نفس المثال برضو بتاع التريبل بوند شلت ذره الهيدروجين دي وزودت هنا كربون كمان بقت CH3، هسمي المركب ده ازاي؟ برضو زي ما اتفقنا السلسله بتاعتي دي هعتبرها انها تفرع بسميها بالالكايل. السلسله الاساسيه بقى اللي عباره عن الثلاثه كربون اللي فيها التريبل بوند برقم طبعا من الناحيه الاقرب للتريبل بوند، يبقى دي رقم 1 2 3، يبقى عندي التفرع في الوضع رقم 1، يبقى اقول 1 سايكلو هيكسايل وهو عباره عن 3 كربون، يبقى اقول عليه ميس ايز بروب يبقى بروباين بروباين بالمنظر ده كده، يبقى اسمه 1 سايكلو هيكسايل بروباين. اما لو جيت سمي الكومون نيم كنت بسمي ازاي؟ الجزء ده اللي احنا كنا بنسميه الاسيتيلين معاها من ناحيه سي اتش 3 ومن ناحيه سايكلو هيكسايل، هشوف الفابيتيكال الاول، يبقى السايكلو هيكسايل هي الاول وبعد كده كلمه ميسايل وبعد كده المقطع ده اللي هو اسمه الاسيتيلين، فيبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو هيكسايل ميسايل اسيتيلين. المثال اللي بعده عندي الكيتون طالع من الكربون بتاعت الحلقه نفسها، فلو جيت سمي المركب ده بالايوباك نيم هسميه ازاي؟ زي ما كنا بنسمي الكيتون كنا بنقول الكان واشيل الاو
كنا بنقول الكان واشيل الاي واحط مكانها المقطع اون، فده عباره عن سايكليك سداسيه، يبقى هقول سايكلو هيكسان واشيل الاي بتاعت الالكان واحط مكانها السافكس اون، يبقى اسمه سايكلو هيكسانون. اما لو كانت السي دبل بوند او اللي هي مجموعه الكيتون بره الحلقه زي المثال ده كده مثلا، بسمي ازاي؟ زي ما عملنا في الحاله بتاعت الدبل والتريبل بوند، بعتبر ان السايكليك بتاعتي دي هي عباره عن تفرع من الكيتون نفسه. فبسمي ازاي؟ الكيتون ده اللي هو عباره عن 2 كربون، فهقول على دي اللي هي الكايل يبقى سايكلو هيكسايل، و2 كربون يبقى ايسان، يبقى هقول سايكلو هيكسايل و2 كربون يبقى ايسان، ودي هي اللي معاها الاون يبقى هقول ايسانون. يبقى تسمي الكومون نيم، كنا بنسمي ازاي مجموعه الكيتون دي؟ كنت بقول عليها كيتون، والمجموعتين اللي معاها بقول عليهم الكايل. فهنا دي سايكلو هيكسايل ودي ميثايل، طبعا ابجدي يبقى سايكلو هيكسايل الاول، يبقى هقول سايكلو هيكسايل. بعد كده ال CH3 دي هقول عليها ميثايل. بعد كده السي دبل بوند او كيتون، يبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو هيكسايل ميثايل كيتون. تعال نشوف المثال ده اللي هو مجموعه الالدهايد. لو هاجي اسمي بالايوباك نيم كنا بنقول الكان واشيل الاي واحط الال اللي هو السفكس بتاع الالدهايد، فدي سايكليك سداسيه، يبقى اقول سايكلو هيكسان. هنا ما ينفعش اقول سايكلو هيكسانال، ليه؟ لان معنى ان انا اقول سايكلو هيكسانال يبقى مجموعه الالدهيد جوه الحلقه نفسها، وده غلط. هي مجموعه الالدهيد بره الحلقه، فكنا بنسميها بالكربالدهايد. يبقى المجموعه دي هقول عليها سايكلو هيكسان كربالدهايد بالمنظر ده كده. المثال اللي بعده اللي هو الاسيد، لما اجي اسمي بسمي ازاي؟ السايكليك بتاعتي دي هقول عليها سايكلو هيكسايل، ومجموعه الاسيد اللي هي اسمها كربوكسيليك اسيد، يبقى المركب ده اسمه سايكلو هيكسايل، والكربون اللي طالع دي اللي هي مجموعه الاسيد بنقول عليها كربوكسيليك اسيد، يبقى اسمه سايكلو هيكسايل كربوكسيليك اسيد بالمنظر ده كده. وفي ناس بتقول عليه سايكلو هيكسانويك اسيد، سايكلو هيكسانويك اسيد، ان انا عندي حلقه سداسيه وفيها مجموعه اسيد تفرع فبنقول عليها سايكلو هيكسانويك اسيد، يعني ده اسم مشهور لي. لكن التسميه الصحيحه سايكلو هيكسايل ودي اسمها كربوكسيليك اسيد. نفس الفكره لو جيت اسمي الاستر، لو شلت الاتش دي وحطيت مكانها مثلا مجموعه زي ال سي اتش 3 فالمركب ده كده بقى استر. لما اجي اسمي الاستر بسمي ازاي؟ زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع الاستر، بكتب المجموعه بتاعت سي اتش 3 دي هي اللي في الاول بالالكايل يبقى اسمها ميثايل، وبعد كده المركب ده زي ما احنا سميناه في الاسيد بقول عليه دي سايكلو هيكسايل، سايكلو هيكسايل. وبدل ما هقول كربوكسيليك اسيد بقول المقطع كربوكسيليت، كربوكسيليت، يبقى المركب بتاعي اسمه ميثايل سايكلو هيكسايل كربوكسيليت. طيب بعد ما خلصنا الكلام عن المونو وازاي نسميهم، تعالوا نشوف دلوقتي لو عندي داي سبستيتيوتد، يعني في تفرعين على الحلقه بالمنظر ده كده، هقدر اسميهم ازاي؟ الداي سبستيتيوتد بقسمهم لنوعين، لو هما سيميلر متشابهين زي الامثله دي كده مجموعتين زي بعض فبقول عليه سيميلر داي سبستيتيوتد اليفاتيك سايكليك كومباوند، يعني مجموعات متشابهه، او ان هما مختلفين عن بعض يعني مجموعتين مختلفين من المجموعات اللي احنا درسناها فبنقول عليه ديسيميلر، يعني مجموعات غير متشابهه. تعالوا نبدا الاول بالسيميلر نشوف ازاي نقدر نسميهم، وبعد كده نتكلم عن الديسيميلر ناخد ليهم بعض الامثله. السيميلر طبعا زي ما احنا درسنا الداي في كل فانكشن جروب كنا بنتكلم عنها، يعني مثلا في الفيديو بتاع الالكحول لو رجعتوا له هتلاقوا احنا كنا بنسمي الداي الكحول، هي نفس الطريقه هطبقها هنا. يعني مثلا المركب ده كنا بنسمي الداي الكحول بقول الكان واشيل الاي واحط داي اول، نفس الكلام هعمله هنا، بدل ما اقول الكان هقول سايكلو، بعد كده عندي 6 كربون يبقى هقول سايكلو هيكسان، وهشيل الاي واحط مكانها الاثنين او اتش يبقى هقول داي اول. بعد ما اسمي المركب بتاعي لازم قبل الاسم اكتب الموضع بتاع المجموعتين دول بالنسبه لبعض، فانا هنا عندي الاو اتش دي لو جيت ارقم من اي واحده فيهم مش هتفرق لان المركب متماثل، فهبدا من واحده وامشي في الاتجاه الاقرب للثانيه، يعني لما اجي امشي من هنا 1 2 3 4 5 6 ما ينفعش امشي العكس، ليه؟ لان لو جيت مشيت العكس هعد ازاي؟ يبقى دي مثلا رقم 1 2 3 4 5 6، فالترقيم اللي هو اللي فوق يبقى الاو اتش واخده الوضع رقم 1 و3، الترقيم اللي جوه ده الاو اتش هتاخد وضع رقم 1 و5، فانا بمشي في الاتجاه اللي يخلي لي اقل ترقيم، يبقى هو الترقيم الاولاني ده هو اللي صح واللي جوه ده غلط.
يبقى اذا عندي الاثنين اتش في الوضع رقم 1 و3، يبقى هكتب قبل الاسم 1 و3، يبقى اقول مركب اسمه 1 و3 سايكلوهيكسان دايول. المثال اللي بعده، عندي حلقه خماسيه وفيها مجموعتين اسيد. طبعا زي ما اتفقنا هبدا ارقم واحده وفي همشي في الاتجاه بتاع الثانيه الاقرب، يبقى 1 2 3 4 5. يبقى عندي في الوضع رقم 1 و2، يبقى هقول 1 و2 الحلقه بتاعتي عباره عن سايكلو 5 كربون، يبقى بنتان، وبشيل الاي وبحط مكانها مجموعتين اسيد بنقول عليهم داي كربوكسيليك اسيد. يبقى هقول داي كربوكسيليك اسيد، يبقى المركب بتاعي اسمه 1 و2 سايكلو بنتان داي كربوكسيليك اسيد. المثال اللي بعده، حلقه سداسيه فيها مجموعتين كلور، هبدا ارقم. طبعا لو مشيت في الاتجاه ده او ده مش هتفرق، لان هو مركب والاثنين قصاد بعض، يبقى 1 2 3 4 5 6. يبقى عندي في الوضع رقم 1 و4 مجموعتين كلور، يبقى هقول داي كلورو. بعد كده الحلقه بتاعتي هي عباره عن سايكلو هيكسان. دي طريقه ممكن اسميه بطريقه ثانيه، اقول سايكلو هيكسان الاول واشيل الاي بتاعتها واحط مكانها داي كلورايد، ان انا عندي 2 كلور، وطبعا لازم اكتب الارقام بتاعتهم الاول 1 و4، يبقى اقول عليه 1 و4 سايكلو هيكسان داي كلورايد، او الاسم الثاني 1 و4 داي كلورو سايكلو هيكسان. ده كده بالنسبه للتسميه بتاعت الداي سبستيتيوتد، لازم يكونوا سيميلر، الاثنين شبه بعض زي ما اتفقنا. برقم من واحدة وامشي في الاتجاه الاقرب للثانية بحيث الاثنين مجموعة بتوعي ياخدوا اقل ترقيم. طيب لو كان بقى الاثنين فانكشن جروب مختلفين عن بعض، اللي احنا بنسميه الديسيميلر داي سبستيتيوتد، هنا بقى في عندي اولوية لكل فانكشن جروب. اولوية كل فانكشن جروب محطوطة في جدول هتلاقيه ظهر لك دلوقتي، بيبقى فيه الاولوية لكل فانكشن جروب بالترتيب. طبعا اعلى حاجة في الاولوية خالص عندي هي الاسيد، بعد كده يليها الدريفيتيف بتاعت الاسيد، اسيد كلورايد، استر، اسيد امايد، وهكذا بالترتيب بتاعهم. بعد كده بخش على السي تريبل ان اللي هي السيانو، بعدها بنبدا بقى في الفانكشن الاقل اللي هي الالدهيد والكيتون وهكذا، زي ما هنشوف مع بعض في الامثله دلوقتي. تعالى مثلا نشوف المثال ده، عندي فيه هنا حلقه سداسيه فيها مجموعه كيتون وفيها مجموعه الدهيد تفرع. طبعا لو رجعت للجدول هتلاقي ان الاولويه لمجموعه الالدهيد مش الكيتون، يبقى لما اجي ارقم هبدا من عند الالدهايد، هي دي اللي هقول عليها رقم 1. همشي في انهي اتجاه؟ همشي في الاتجاه الاقرب للفانكشن جروب الثانيه زي ما عملنا في السيميلر، يبقى همشي في الاتجاه ده، يبقى 1 2 3 4 5 6. لما اجي اسمي هسمي ازاي؟ الحلقه بتاعتي عباره عن سايكلو هيكسان، سايكلو هيكسان. بعد كده مجموعه الكيتون بنسميها اوكزو، مجموعة الالدهيد بنسميها كاربالدهايد. يبقى هقول سايكلو هيكسان الاوكزو في الوضع رقم 2، يبقى هقول 2 اوكزو. بعد كده المركب بتاعي بقفله بالواحد كاربالدهايد، يبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو هيكسان 2 اوكزو 1 كاربالدهايد. تعال مثلا نشوف المثال ده، عندي هنا مجموعة السيانو وعندي مجموعة السي اتش او اللي هي الالدهايد. لو رجعنا للجدول هنلاقي الاولوية لمجموعة السيانو هي اللي رقم 1. همشي في انهي اتجاه؟ في الاتجاه الاقرب للمجموعه الثانيه، يبقى همشي في الاتجاه ده 2 3. يبقى عندي المجموعتين في الوضع رقم 1 و3، لما اجي اسمي بقول برضو سايكلو هيكسان واشيل الاي بتاعت الالكان. في الوضع رقم 1 مجموعه السيانو، يبقى هقول 1 سيانو. بعد كده في الوضع رقم 3 مجموعه الكربالدهايد اللي هي بتاعت الالدهايد، يبقى المركب بتاعي اسمه سايكلو هيكسان 1 سيانو 3 كربالدهايد. المثال اللي بعده، عندي مجموعة الاستر COOCH3 في الحلقة السداسية ومعاها مجموعة الـ OH، هبدأ أرقم مين فيهم ليه الأولوية. طبعا مجموعة الاستر لو رجعنا للجدول يبقى هي اللي هتاخد رقم 1 2 3 4 5 6 زي ما اتفقنا، بمشي في الاتجاه الأقرب للفانكشن جروب الثانية. لما أجي أسمي بسمي إزاي؟ زي ما اتفقنا ما دام في استر يبقى لازم الفانكشن جروب اللي بعد الـ O هي اللي تتكتب الأول، اللي هي بالمنظر ده كده، فبنقول عليها كربون واحدة بالألكايل يبقى اسمها ميثايل. بعد كده المركب بتاعي عبارة عن سايكليك سداسية، يبقى هقول سايكلو هيكسان، وعندي في الوضع رقم 3 مجموعة الـ OH، يبقى 3 أول. بعد كده رقم 1 فيها الإستر اللي احنا بنسميها كربوكسيليت، يبقى المركب بتاعي اسمه ميثايل سايكلو هيكسان 3 أول 1 كربوكسيليت. طيب بعد ما اتعلمنا نسمي المونو والداي سبستيتيوتد، تعال دلوقتي نشوف التراي سبستيتيوتد بسميها ازاي.
طبعا تراي سبستيتيوتد يعني عندي ثلاث تفرعات، ثلاثه فانكشن جروب سواء مختلفين او متشابهين متصلين بالحلقه بتاعتي. لما اجي ارقم برقم ازاي في حاله الداي سبستيتيوتد؟ قلنا بمشي على حسب اولويه الترقيم للمجموعه اللي لها بريورتي اعلى. هنا لا، الوضع مختلف، هنا بمشي على حسب حاجه اسمها السمشن رول. السمشن رول، ايه السمشن رول دي؟ بتقول لك ان انت بتشوف التفرعات اللي طالعه من عندك، مالكش دعوه بترتيب الاولويه، انت بتمشي بحيث يبقى مجموع التفرعات ياخد اقل ترقيم. تعالوا مثلا نطبق في المثال الاولاني ده عشان نفهم القاعده. طبعا لو انا جيت امشي بالاولويه، انا هنا عندي حلقه سداسيه فيها كلور وبروم وسي اتش 3. لو رجعنا للجدول بتاع الاولويه، طبعا البروم ليها اعلى اولويه من الكلور ومن السي اتش 3. فلو انت جيت ترقم من ناحيه البروم بحيث تديها رقم واحد، هتمشي في انهي اتجاه؟ همشي في اتجاه الحاجه اللي بعدها في الاولويه اللي هو الكلور، يبقى المفروض امشي في الاتجاه ده 1 2 3 4 5 6. تعالى نجمع بالسمشن رول نشوف هل الترقيم بتاعنا ده صح ولا غلط. لو جيت اجمع في الحاله دي هلاقي البروم واخد الوضع رقم 1، يبقى هكتب 1 زائد الكلور واخد الوضع رقم 2، يبقى هكتب 2 زائد التفرع التالت اللي هو النصيل واخد الوضع رقم 6، يبقى هقول 1 زائد 2 زائد 6 يبقى هيساوي 9. ده كده الترقيم الاولاني. بينما الترقيم الثاني اللي ممكن تعمله انك تبدا من اول مجموعه في الثلاث تفرعات اللي هي الكلور، على الرغم ان هي مش هي الاولويه في الترتيب البريوريتي، الا ان هبدا من عندها وامشي في اتجاه المجموعات، يبقى دي رقم 2 ودي رقم 3 4 5 6. تعال نشوف السمشن الجديد ده هيبقى عامل ازاي. عندي الكلور في الوضع رقم 1 يبقى 1 زائد البروم في الوضع رقم 2 يبقى 2 زائد السي اتش 3 في الوضع رقم 3 يبقى 3. لما اجي اجمع هيبقى 1 زائد 2 زائد 3 يبقى هيساوي كام؟ 1 و2 و3 يبقى هيساوي 6. يبقى اذا الترقيم ده على الرغم ان انا ما مشيتش على اولويه الفانكشن جروب هو اللي صح، والترقيم ده هو الخاطئ. عشان خاطر القاعده بتاعت السمشن رول اللي احنا قلنا عليها، لازم امشي بحيث يبقى الترقيم بتاعي الفانكشن جروب يبقى مجموع الترقيم بتاعها ياخد اقل ترقيم ممكن، وبالتالي يبقى انا هشتغل على الترقيم اللي جوه ده. طيب تعالوا بقى بعد ما رقمنا المركب نشوف هنسميه ازاي. طبعا عندي هنا ثلاث تفرعات من الحلقه بتاعت اللي هي السايكلوهيكسان. عندي تفرع كلور في الوضع رقم 1 وبروم في الوضع رقم 2 ومصايل في الوضع رقم 3. لما اجي اكتب بكتب ابجدي، يبقى هقول البروم الاول عشان هي في الالفابيتيكال، يبقى 2 برومو، بعد كده 1 كلورو، بعد كده 3 ميثايل، والسايكل بتاعت اللي هي السايكليك السداسيه اسمها سايكلو هيكسان، اكني بسميها بالالكان عادي. يبقى المركب بتاعي اسمه 2 برومو 1 كلورو 3 ميثايل سايكلو هيكسان. تعال نشوف المثال اللي بعده برضو بنفس الفكره. عندي هنا حلقه سداسيه وفيها 3 تفرعات، كل تفرع من دول اللي هو عباره عن مجموعه ميثايل. طبعا احنا قلنا الرسمه دي الطرف بتاعي من هنا ده عباره عن كربون، ما برسمش ذرات الهيدروجين بتاعتها، فالكربون المفروض انها بتعمل اربع روابط، فانا في عندي رابطه واحده هي اللي ظاهره، الثلاثه بتوع الهيدروجين بيبقوا مخفيين، فانا اوتوماتيك بقول ان دي عباره عن سي اتش 3. نفس الكلام هنا في سي اتش 3، نفس الكلام هنا في برضه مجموعه سي اتش 3. لما اجي ارقم المركب هرقم ازاي؟ برضه على حسب السمشن رول. هعمل ايه؟ ممكن واحد يجي يرقم بالطريقه دي، يقول لك انا هبدا من المجموعه دي 1 2 وامشي في اتجاه المجموعات بتاعتي 3 4. واحد تاني يقول لك لا انا هبدا من عند المجموعه اللي تحت دي 1 2 3 4. تعال نشوف مين فيهم اللي صح. برضه لو جيت اشتغل بالسمشن رول بالطريقه الاولانيه، هيبقى المجموع بتاعي عباره عن اول تفرع في الوضع رقم 1، تاني تفرع في الوضع رقم 2 يبقى 1 زائد 2 زائد، تالت تفرع في الوضع رقم 4 يبقى مجموعهم 2 1 3 4 7. اما لو جيت احسب السمشن للطريقه الثانيه هتساوي عندي اول تفرع في الوضع رقم 1، تاني تفرع في الوضع رقم 3 يبقى 1 زائد 3، تالت تفرع في الوضع رقم 4 يبقى عباره عن مجموعهم 8. يبقى اذا الترقيم ده هو اللي خاطئ والترقيم ده هو اللي صح. او ممكن تسهلها على نفسك بطريقه ثانيه، لما بلاقي عندي اثنين فانكشن جروب جنب بعض يبقى لازم ابدا بالترقيم من عندهم، بمشي في انهي اتجاه؟ بمشي في اتجاه اللي يخلي لي المجموعه الثالثه تاخد اقل ترقيم. يعني ايه اقل ترقيم؟ يعني مثلا ممكن واحد يجي يقول لك لا انا هبدا ارقم من عند الفانكشن جروب دي، هي دي اللي تاخد رقم 1، وهمشي في اتجاه الفانكشن جروب الثانيه 2 3 4 5،
لما اجي اقارن التركانين ببعض هلاقي التركان الاولاني كان عندي مجموعه الميثايل الاولاني في الوضع رقم 1 والثانيه في الوضع رقم 2 الثالثه في الوضع رقم 4. يبقى اذا التركيم اللي صح هو ان انا ابدا اخلي الميثايل تاخد اقل تركيم، فدي رقم 1 ورقم 2 والثالثه تاخد رقم 4. طيب لما اجي اسمي هسمي ازاي؟ عندي هنا ثلاث مجموعات ميثايل في الوضع رقم 1 و2 و4، يبقى هقول 1 و2 و4 تراي ميثايل، وبعد كده الحلقه بتاعتي نفسها اسمها سايكلو هكسان، يبقى المركب بتاعي اسمه 1 و2 و4 تراي ميثايل سايكلو هكسان. نشوف المثال اللي بعده، هلاقي هنا في عندي فانكشن جروب لتفرع مجموعه ميثايل، وهنا بعديها مجموعه ميثايل، بعد كده في كربون ما عليهاش تفرعات، والكربون اللي بعدها فيها اثنين تفرع مع بعض اللي هو مجموعتين ميثايل. لو احنا جينا واخدنا الاثنين الاقرب لبعض هم دول اللي رقمنا من عندهم، هتلاقي التركيم غلط. ليه؟ زي ما احنا اتفقنا همشي على السمشن رول. تعالوا كده نحسب السمشن رول. لو انا جيت رقمت بالطريقه دي، هبدا من عند الميثايل 1 2 3 4 5 6، يعني بدأت من عند الاثنين ميثايل اللي جنب بعض ومشيت في اتجاه مجموعتين الميثايل اللي في نفس التركيب. نيجي نحسب السمشن رول، هحسبه ازاي؟ اول واحدة مجموعة ميثايل في الوضع رقم 1 زائد تاني واحدة في الوضع رقم 2 زائد، بعد كده عندي في الوضع رقم 4 مجموعتين ميثايل، فما دام فيها تفرعين يبقى هكتب 4 زائد 4، فهلاقي المجموع بتاعي عبارة عن 4 4 8 و3 11، يبقى ده السمشن الأولاني. لكن لو جيت رقمت العكس، رقمت من عند مجموعتين الميثايل اللي جنب بعض هم دول اللي خدوا رقم 1، بعد كده مشيت في الاتجاه الاقرب للمجموعتين الميثايل المتفرقين، يبقى دي رقم 2 3 4 5 6. لو جيت احسب السمشن بتاعي في الحاله دي هيساوي في الوضع رقم 1 عندي مجموعتين الميثايل، يبقى هقول 1 زائد 1 زائد، في الوضع رقم 3 عندي برضو مجموعه ميثايل يبقى هقول زائد 3، في الوضع رقم 4 برضه في تفرع ميثايل يبقى هقول زائد 4. لما اجي احسب المجموع 1 1 و3 يبقى دي 5 و4 9. يبقى اذا الطريقه الثانيه دي هي اللي صح، السمشن بتاعها، والاولانيه دي هي اللي غلط. يبقى لما اجي ارقم هرقم بالترقيم من عند مجموعتين الميثايل اللي جنب بعض هم دول اللي هرقم من عندهم. طيب بعد ما رقمت تعالوا نشوف هنسمي المركب ازاي. في الوضع رقم 1 عندي مجموعتين ميثايل، في الوضع رقم 3 مجموعه ميثايل، في الوضع رقم 4 برضه مجموعه ميثايل، يبقى اقول 1 و1 و3 و4، اربع مجموعات بنسميها تترا ميثايل. بعد كده الحلقه نفسها عباره عن حلقه سداسيه، يبقى اقول سايكلو هيكسان، يبقى المركب بتاعي اسمه 1 و1 و3 و4 تترا ميثايل سايكلو هيكسان. اخر مثال معانا، هنا عندي مجموعه ميثايل وهنا مجموعه ميثايل وهنا مجموعه ايزوبروبايل. برضو لما اجي ارقم هرقم منين؟ زي ما اتفقنا السمشن رول، هرقم بحيث الثلاثة ياخدوا أقل ترقيم، يبقى هبدأ من أي واحدة في الاتنين ميثايل مش هتفرق، المركب متماثل، يبقى 1 2 3 4 5، بحيث يبقى الثلاثة واخدين أقل ترقيم ورا بعض. فلما أجي أسمي الاسم هسمي إزاي؟ في الوضع رقم 1 عندي ميثايل، وفي الوضع رقم 3 ميثايل، وفي الوضع رقم 2 أيزوبروبايل. أبجدي الأول يبقى الأيزوبروبايل، يبقى هقول 2 أيزوبروبايل، بعد كده 1 و3 داي ميثايل، المركب نفسه حلقة خماسية يبقى هقول سايكلو، والحلقة الخماسية اسمها بنتان، يبقى المركب بتاعي اسمه 2 ايزوبروبايل 1 و3 داي ميثايل سايكلو بنتان. طيب زي ما احنا متعودين دايما، زي ما بناخد الاستراكشر ونحوله لاسم، تعالوا المرة دي نعمل العكس، ناخد النيم نحوله إلى استراكشر. تعالوا نشوف الأربع أمثلة دول. تعالوا نبدأ الأول بأول مثال، 2 كلورو سايكلو بنتايل ايزوبروبايل كيتون. هبدا الاول بالسايكلوبنتايل اللي هي عباره عن حلقه خماسيه بالمنظر ده كده. بعد كده بيقول لك عندي في الوضع رقم 2 بين القوسين، يعني التفرعات دي تبع السايكلوبنتايل، فيبقى في الوضع رقم 2 في ذره كلور. في الوضع رقم 1 بقى هو اللي فيه مجموعه الكيتون، يبقى في عندي هنا في سي دبل بوند او، وبعد كده معاها من الناحيه الثانيه زي ما اتفقنا مجموعه الايزوبروبايل، فيبقى المركب بتاعه عباره عن 2 كلورو سايكلوبنتايل، دي ناحيه من الناحيه بتاعه الكيتون، والناحيه الثانيه اللي هي مجموعه الايزوبروبايل، وفي الاخر بكتب كلمه كيتون، التسميه الكومون نيم بتاعه الكيتونات. تعال نشوف المثال اللي بعده، داي ايزوبروبايل 1 و3 سايكلوبنتان داي كاربوكسيليت. هعمل ايه؟ قال لي سايكلوبنتان داي كاربوكسيليت، يبقى انا هبدا بالحلقه بتاعتي حلقه خماسيه برضو بالمنظر ده كده، فيها مجموعتين استر اللي هي الكاربوكسيليت في الوضع رقم 1 و3، يبقى دي في الوضع رقم 1 سي او او، وادي في الوضع رقم 3 سي او او. بعد كده
ايه بقى التفرع اللي هو بعد الاكسجين هنا اللي احنا قلنا بيتكتب اول حاجه اللي هو الداي ايزوبروبايل، يبقى كل واحده فيهم معاها مجموعه ايزوبروبايل اللي هي CH CH3 CH3، وادي من الناحيه الثانيه برضو CH معاها مجموعتين CH3. فيبقى المركب بتاعي هو عباره عن داي ايزوبروبايل، لان احنا قلنا التفرعات بتاعه الاستر بتتكتب الاول، يبقى داي ايزوبروبايل. بعد كده الاثنين دول بالنسبه لبعض في الوضع رقم 1 و3، بعد كده الحلقه نفسها حلقه خماسيه يبقى سايكلوبنتان، ومجموعه الكربوكسيليك يبقى داي كربوكسيليك. المثال اللي بعده 2 كلورو 4 ميثايل سايكلوهكسانون. هبدا بالحلقه السداسيه الاول بالمنظر ده كده. قال لي هكسانون المقطع اون اللي هو بتاع الكيتون، يبقى في عندي هنا سي دبل بوند او طالع من الحلقه. بعد كده في الوضع رقم 2 بالنسبه لها اللي هو ثاني كربون، هنا في مجموعه كلور سي ال، وفي الوضع رقم 4 اللي هو 1 2 3 4 هنا في مجموعه سي اتش 3. يبقى المركب بتاعي اسمه 2 كلورو 4 ميثايل، والحلقه نفسها سايكلوهكسانون. اخر مثال معانا 2 سيانو 4 فينايل سايكلوهكسان 1 اول، برضه سايكلوهكسان، يبقى هعمل حلقه سداسيه بالمنظر ده كده. عندي في الكربون رقم 1 مجموعه الاول اللي هي فيها الاو اتش، يبقى رقم 1 او اتش. بعد كده ثاني كربون بعدها اللي هي رقم 2 فيها السيانو اللي هي السي ان. بعد كده الكربون رقم 4 فيها مجموعة الفينايل اللي هي حالة البنزين، عايز ترسمها حالة بنزين ماشي، عايز تكتبها فينايل كده ماشي. يبقى المركب بتاعي اسمه 2 سيانو 4 فينايل، وادي السايكلوهكسان ورقم 1 فيها الاول، يبقى سايكلوهكسان 1 اول. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي اتعلمنا فيه ازاي نسمي الاليفاتيك سايكليك كومباوند، سواء كان فيها سبستيوشن 1 مونو او 2 سبستيوشن داي او 3 سبستيوشن بالسمشن رول زي ما اتفقنا، وتعلمنا ازاي نحول النيم لستراكشر والستراكشر لنيم. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنساش لو عجبك الفيديو وعجبتك سلسله الفيديوهات دي بتاعه التسميه تعمل لها لايك وشير وست زمايلك عشان الكل يستفاد. وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.